الاوت يكون كومن مشترك بين الهيتينج وبين الكويل الاخر للغرفه المجاوره مثلا يكون كولينج. الفور بايب لا يعطينا يعني استقلاليه الهيتينج كويل والكولينج كويل. اوكي يعني ممكن يكون دبل كويل وممكن يكون كويل واحد وايضا ب ال 3 واي فالف. طبعا سنه 2 واي فالف اذا سوينا هذا الدخول يعني يصير بهالصيغه هذه. يعني سنه عندنا راديتر واحده فقط. راح يصير عندي اثنين دخول واثنين خروج. فأنا ايضا راح يكون عندي خروج. وهذول الاثنين انت وش راح يكون عندك؟ راح يكون عندك يكون عندك 3 واي فالف. هذا 3 واي فالف يعني انت بالنسبه لك طبعا هذا مربوط وين؟ مربوط على مربوط على كنترول. هذا كنترول طبعا هذا الكنترول تريد تشغل كولينج راح ينطي فقط يسمح الماء انه يدخل للكولينج والهيتينج يكون مقفل والعكس صحيح. اوكي هذا بالنسبه للفور بايب. طبعا هذا فور بايب لكن 1 ايش ايفابوريتر. اوكي هذا لا هذا دبل كويل او دبل ايفابوريتر. دبل كويل هذاك سنجل كويل. طبعا بالدبل كويل ما نحتاج الى 3 واي فالف نحتاج 2 واي فالف مع ثرموستات. تكلمنا عن السبلاي او الدليفري وعندنا اربع انواع 1 و 2 و 3 و 4 بايب وكل وحده لها يعني مميزاتها وايضا لها بعض السلبيات. يعني تكلمنا على ال 1 بايب ذكرنا انه يستخدم بالمشاريع الصغيره لكن هاي كديس ادفانتج. ادفانتج مالتها انه الانستاليشن كوست يكون قليل. ليش؟ لان البايبات راح تكون كميتها واطوالها تكون اقل بكثير من التو بايب. التو بايب لا ممكن يعطيك تبريد او تدفئه. طبعا هذا ايضا ادفانتج لانه باللونج بايب ما كان عندك كولينج بس هيتينج. هذا لا صار بي كولينج او هيتينج. اوكي ونوعا ما يكون يعني متوازن. 3 بايب راح ممكن تشغل تبريد وتدفئه في ان واحد ولكن بالمشكله او الديس ادفانتج انه الراجع مات راح يكون مشترك. وال4 بايب شفنا انه بي ادفانتج انه يحفظ الطاقه. طبعا 3 بايب ما بيحفظ الطاقه يحفظ الطاقه لكن ايضا صار عندك خط ريتيرن اضافي بالمقارنه مع 3 بايب تايبس. اوكي كل وحده بها ايجابيات وبها سلبيات لكن يعني بالنسبه للفنادق الفايف او 7 ستار يشترط انه يكون 4 بايب سيستم. الان نتكلم على الريتيرن. شلون راح نرجع الماي؟ نرجع الماي بطريقتين اما دايركت ريتيرن او الانفيرس ريتيرن او ريفيرس ريتيرن. اوكي العكسي زين خلينا نشوف الدايركت.
أول شيء هذا البويلر أو التشيلر، وعندنا بامب وده يدفع، وراح يدخل وين؟ راح يدخلي الفان كويل يونت أو الرادياتر الأولى والثانية والثالثة والرابعة. طبعا هنا هذا الفالف يعني يجب انه نخلي هذا الفالف اللي يسموه بالانسينج فالف. هذا طبعا التشغيل الاول تبدا انت تسوي بالانسينج حتى تحدد كميه الماء. زين هذا يعني قابل من بالهواء؟ من يتذكر؟ طلاب وياي طلاب؟ مريم غالب، هذا الفالف الكنترول فالف او البالانس فالف يقابل من بالهواء؟ من يتذكر؟ نعم أستاذ، بس عيد السؤال، ما افتهمتونه. صار مو واضح السؤال. أستاذ الدامبر أو الديفيوزر؟
السلام عليكم شباب، آسف انقطع الكهرباء هسه رجعت. تسمعوني مضبوط شباب؟ نعم استاذ. نعم زين، استاذ. سألنا سؤال مريم كان أو عبد الرحمن، شوف من يجاوبنا السؤال. استاذ الدامبر. نعم، الدامبر اللي هو الفوليوم دامبر، يعني هذا البالانس بار يقابل به الهواء، الفوليوم دامبر زين اللي يتحكم بكمية الهواء، هنا لا راح يتحكم بكمية الماء. اوكي، نرجع على الرسمة. هذا بالنسبة للدايركت ريتيرن، دا يشوفون انه نحن نتكلم على الريتيرن، يعني نحن نركز على هذا الخط الريتيرن زين. الماء راح يدخل بأول تيرمينال يونت ومباشرة راح يخرج إلى أقرب نقطة لرجوع الماء، فيسموه هذا الدايركت ريتيرن. طبعا هذا الدايركت ريتيرن بإيجابيات وبسلبيات. الإيجابيات أنه الكلفة التركيب ماله تكون أقل مما هي عليه بالريفيرس ريتيرن، لكن المشكلة أنه هنا راح يعمل لنا نوعا ما تغير بدرجة حرارة الماء الراجع للبويلر. يعني مثلا يعني الماء بهاي النقطة، هو أنا أتكلم على التدفئة heating، الماء بهاي النقطة هو أبرد من الماء في هذه النقطة، لأن أول ما راح يجي يدخل الماء حار. قد ما راح يطلع يعبر مسافات راح يسبب يصير ايش؟ يصير هيت ترانسفير ويصير عندي هيت لوسز. اوكي، هيت لوسز مو هيت جين، هيت جين بالتبريد، هيت لوسز بالتدفئه. فهذا درجه الحراره بهاي النقطه هي ليس لا تساوي درجه الحراره بهاي النقطه. زين، طالب يسال يقول استاذ وش علاقتها بالبويلر؟ زين، من راح يرجع عن الماء، هنا عندي دلتا تي، انا عندي دلتا تي تصميم 120، اذا دخل هنا ب 80 يطلع ب 60، اذا دخل هنا ب 75 يطلع ايش؟ يطلع 55. فهنا الماء ابرد من هاي النقطه، وهذه ابرد وهذه ابرد. اوكي، هذه من راح ترجع الى البويلر، تلاحظون انه هاي النقطه الاولى راح ترجع، النقطه الثانيه راح ترجع. فهنا ايش راح يصير عندي؟ الماء راح يكون ايش؟ درجه الحراره مالته مو ثابته. ليش؟ لانه ما صار بيها ستابيليتي، ما صار بيها استقراريه. اوكي، يعني هاي النقطه درجه حراره الرجوع مالته راح تكون اسخن من هذه، وهذه اسخن وهذه اسخن من هذا. اوكي، هذا في حاله ايش؟ في حاله الدايركت ريتيرن. فهنا في بعض الاحيان يصير عندك مشكله بالبويلر او التشيلر، لان درجات الحراره مثلا طالب يقول يعني اوكي انت هو راح يجي دائما تجي درجه حراره بهذا التيرمينال، زين اذا هذا التيرمينال كان مقفل ما مستخدمه، اوكي، فراح تجي بهذا او هذا او هذا. اوكي، بس راح يصير عندي هنا فلكتويشن ان تمبرتشر اوف ووتر، هذا طبعا راح يؤدي لايش؟ انه يعني يفصل يرجع يشتغل مره ثانيه، فيصير عندي فلكتويشن يعني تذبذب سريع. هذا بالنسبه للدايركت ريتيرن. بالنسبه للريفيرس ريتيرن اللي يسموه، هاي خلوا خط تحتها، يسموه سيلف بالانس. سيلف بالانس باي شيء زين، بالانس بالضغط وبالانس بدرجه الحراره. خلينا نشوف هذا، احنا دائما نركز على الريتيرن لانه هو الموضوع الريتيرن. هذا الريفيرس، الماء جاب هذا التيرمينال الاول، ما راح يرجع مباشره الى اقرب مسافه، لا راح يرجع مره ثانيه، وهذا ياخذ مال هذا ويرجع مره ثانيه، ياخذ مال هاي النقطه، ياخذ مال هاي النقطه، بعدين يبدا يستدير. اوكي، فبهاي العمليه الخبراء التبريد يقولون هاي العمليه راح تؤدي الى، لانه عمليه الخلط الماء الراجع راح تستغرق وقت اطول وطول البايب راح يكون اكثر. اوكي، فبالتالي راح يصير عندي ميكسينج كلش قوي للريتيرن وفيما يخص درجه حراره الماء. لكن هذا ايجابيات السيلف بالانسينج، والديس ادفانتج مالته شنو؟ مبينه انه راح تحتاج الى اطوال بايبات اكثر من الريتيرن، الدايركت ريتيرن. واضحه؟ فهذا الفرق بين الريفيرس ريتيرن وبين الدايركت ريتيرن. طبعا كل واحد يعني يستخدم فيه تطبيقات معينه. بالنسبه للدايركت ريتيرن او الريفيرس ريتيرن، الريفيرس ريتيرن يستخدم بالمنظومات يعني اللي بيها الاطوال كلش عاليه، يستخدمون الريفيرس ريتيرن. هذا 3 دايمنشن بالنسبه للطالب اللي ما يعني ما دا يفتهم
لماذا يفتهم ال 2 دايمنشن الرسم يرسم 3 دايمنشن. المطلوب من عندك بالامتحان يقول لك ستيت ذا تايبس اوف ووتر ريتيرن. انتبه، ستيت حدد ذا ووتر ذا تايبس انواع اوف ووتر ريتيرن، يتكلم على الووتر ريتيرن وانواعها. عندك نوعين، عندك الدايركت وعندك الاندايركت، او مرات يسموه الاندايركت ومرات يسموه الريفيرس ريتيرن، لكن الاسم الشائع هو ريفيرس ريتيرن لانه عكسي، لان الماء راح يرجع بالصوره عكسيه وبالتالي بعدين يفتر ويرجع الى التشيلر او البويلر، نفس التعبير. طبعا الرسم يعني اذا اقول لك with explain one of them راح ترسم هذا الريفيرس او ترسم هذا الدايركت ريتيرن. ننتقل الآن إلى موضوع اللي هو Water Expansion Tank. طبعاً لك Expansion Tank بـ Description كلش كبير، لكن أنت المطلوب من عندك هذا أنا بحدد لك إياه باللون الغامق. الوظيفة لك Expansion Tank يعني What is the benefit of Expansion Tank and state the types of Expansion Tank، أنواع لك Expansion Tank و البنفيت اللي هي الوظيفة أو الاستخدام. Expansion tank are required in a closed loop heating or chilled water HVAC system. يعني بالheating وبالcooling. أما loop الclose من نوع الclose مو نوع المفتوح. نوع المفتوح ما نحتاج إلى expansion tank. لكن النوع المغلق نحتاج إلى expansion tank. الوظيفة الأولى هو observe the expanding fluid. شنو absorb the expanding fluid؟ أنت عندك ماء منظومة بها ماء في فصل الصيف، البايب راح تكتسب حرارة من السراوندينج، فيبدأ الماء يصير بي إيش؟ يصير بي expanding توسع. هذا التوسع من هو راح يتحمله؟ راح يتحمله الـ expansion tank. طالب يسأل يقول أستاذ ليش يعني؟ ما دفته ماني هاي الطريقة. نحن أول شيء من نتعامل مع الووتر، الووتر هو incompressible fluid. تم طلاب هو incompressible fluid. يعني شنو incompressible fluid؟ يعني ماء غير قابل للانضغاط. يعني إذا يصير بي توسع، بما أنه غير قابل للانضغاط فما راح يصير عندك توسع أو يصير عندك تقلص في فصل الشتاء. التقلص ما يضرنا، بس نحن نخاف من إيش؟ من expanding. ليش نخاف من expanding؟ هذا اللي اكسباندنج يصير عندي توسع، لازم اضع شيء يتحمل يمتص ابزورب. زين، لازم يصير عندي ابزورب لهذا التوسع. زين، اذا ما خلت انت عندك ابزورب ايش راح يصير عندك؟ راح الماء، هذا الماء الكثافة مالته عالية، الرو للماء ايش قد تقريبا؟ ألف كيلوغرام على المتر مكعب. فهذه الوزن مالته وقوة رد الفعل راح تكون قوة جدا عالية. زين، بالتالي نحتاج إلى شيء يمتص هذا الاكسباندينج وهذا التوسع، فخاصة بالكلوز لوب يصير عندي هاي المشكله. بالاوبن سيستم ما عندي مشكله، لان الاوبن سيستم هو الماء راح يخرج والله دي، فما عندي كلوز. لكن بالكلوز لوب احتاج الى وضع الاكسبانشن تانك حتى يمتص عندي الاكسباندنج اوف فلويد. طبعا هذا الاكسباندنج فلويد ديو تو وات؟ ديو تو تمبرشر انكريز. اوكي، هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه ميك اب ووتر ديو تو ليك. نحن في بعض الاحيان طبعا هي شائعة، يعني شائعة الحدوث،
يصير عندي ليك، يعني يصير عندي بعض الفيتينج تقوم يعني تعبر ماء بسبب ايش؟ تهالك المنظومه. طبعا هنا بعد مرور 7 سنوات اما تهالك المنظومه او العمل غير جيد. العمل غير جيد ايضا ممكن انت باول اسبوع تشغل المنظومه راح يصير عندك ليك، اوكي؟ لكن الحلو بالووتر انه الووتر فيزيبل، اوكي؟ فمن يصير عندك ليك راح تعرف مكانات الليك، تقدر انت تعالجها بسهوله، يعني اسهل مما هي بمنظومات الغاز. منظومات الغاز يعني نوعا ما يكون صعب انه تكتشف الليك، خاصه بالفي ار اف. ولهذا وضعت الشركات وضعت بعض الريكومنديشن حتى نتخلص من الليك. اذا البنفيت رقم واحد هو absorb expanding fluid due to temperature increase. Number two, make up water due to leak. والنقطة الثالثة هو limit the pressure within heating or cooling system. طبعا ها يعني راح اشرح بالتصميم، راح نرجع عليه بالتصميم ونعرف انه ليش الـ expansion tank يخلوه باعلى نقطة. خليني اشرح لكم اياه من هسه. يعني انت اذا عندك هذا الخط الروتيرن، الاكسبانشن تانك وين يخلوه؟ بمنطقة عالية حتى يصير عندي يعني هذا الهيد، هذا الايدج. طبعا هذا راح يعطيني ضغط. شنو الضغط مالته؟ اللي هو رو جي ايج، اللي هذا الايج، اوكي؟ فهذا ايش راح يعطيني بهاي النقطة؟ راح يعطيني يسموه بوستر بوينت، هاي بنقطة يسموها بوستر بوينت، يعني نقطة البوستر اللي هي نقطة التقوية، زين؟ فهذا راح تقوي الماء، وهذا دائما يخلوه وين؟ على خط الريتيرن، يعني على خط السكشن. زين، ليش اخلي على خط السكشن مو خط السبلاي؟ هاي ايضا راح نجي بظاهرة الكافيتيشن، راح نعرف ليش نقوي ضغط خط السحب. يعني دائما هذا الاكسبانشن تانك، الاكسبانشن تانك يخلوه على خط الراجع، اللي هو طبعا راح يكون limit the pressure within heating or cooling system. هاي طبعا البنفيت مال الاكسبانشن تانك 3 نقاط، هاي مطلوب من عندك. الانواع open وclose وdiaphragm، فقط انواع بدون شرح. الانواع هذه الثلاثة موجودة، الopen والكلوز والدايفرام. طبعا هذا الاوبن دائما راح يدخل لنا هواء مع السيستم، فلازم تخلي اير سيبريتور حتى تخلص، او اير فينت حتى تتخلص من الهواء، لان اذا خلينا الهواء راح يصير عندي تيربننس، ويصير عندي ولد لي نويز ومشاكل. طالب يسأل يقول استاذ انا شلون احسب الفوليوم؟ هاي المعادله حتى تحسب الفوليوم، وهاي المعطيات مالتها واضحه. الفوليوم شلون نقيسه؟ الفي تي اللي هي اكسبانشن تانك فوليوم، طبعا هنا بالفيت او بالمتر كيوب. اذا انت تخلي بالفيت لازم، اذا تشتغل بالفيت لازم تخلي دائما هذه درجات الحراره او اليونت. الفي سب ودبليو اللي هي الفوليوم اوف ووتر ان سيستم، مش قد انت عندك فوليوم بالسيستم، يعني الماء حجم الماء الموجود بالسيستم تخليه هنا، تريد بالفيت مكعب كيوب او بالمتر كيوب. البي اي اللي هو اللوكال بارامتريك بريشر، بي اس اي او كيلو باسكال، اوكي؟ اذا تطلع الفي توتال بالمتر كيوب تدخل كيلو باسكال، واذا تريد تطلع بالفيت تدخل بي اس اي اي. البي 1 والبي 2 اللي هو بريشر ات لور تمبرتشر وبريشر ات هاي تمبرتشر، اللي هي ايضا راح تكون بالبي اس اي او الكيلو باسكال حسب ما انت تريد انه تشوف المخرجات بالمتر كيوب او بالفيت كيوب. تي 1 و تي 2 اللي هو lower temperature و higher temperature، وايضا اذا تريد بالفلت راح تخليه بالفهرنهايت، او تريد بالمتر كيوب راح تدخل ديجري سنتيجريد. ال specific volume of water at تي 1 و specific volume at تي 2، طبعا هاي راح تجي عليها، و linear coefficient of thermal expansion for pipe، طبعا هذا ثابت تحفظه، يكون موجود عندك اذا كان ب الاس اي يونت او كان بي كان بي البريتش يونت.
وطبعا هنا كل وحده منطيك الستيل ايش قد ومنطيك للكفر ايش قد. احنا دائما نستخدم ستيل، يعني واحده تستخدم هذا الثابت. دلتا تي اللي هي تمبرشر ماينس لور تمبرشر، هاي تي 2 ناقصا تي 1 اي دلتا تي. هاي اذا خليت المعطيات كلها بهذه المعادله راح يعطيك حجم التانك. يعني حجم التانك ما تختار انت اعتباطيا، لا دخل هاي المدخلات الست مدخلات P1 وP2 يقابلها T1 وT2 ودلتا تي وسبيسيفيك فوليوم للحالة الأولى والثانية، وأيضا الفوليوم أوف فوتا راح يعطيك حجم التانك المطلوب من عندك. أستاذ؟ نعم أستاذ، بالنسبة للموقع مالته تذكرت إنه لازم أعلى نقطة، زين إذا تم وضعه مثلا بالوسط أو مثلا منطقة تحت الوسط، ايش المشكلة اللي راح تصير؟ ضغط، انت ايش قد تريد الضغط؟ قد ما تخليه فوق ايش قد ما ضغط راح يكون عندك اكثر، للهيد لين راح يصير اعلى، زين؟ بس انت اكو في بعض الاحيان اكو اكسبانشن تانك واكو نوع الاخر يسموه بافر تانك، طبعا كل واحد له وظيفه. البافر تانك هذاك يستخدم يستخدم للبالانس، يعني ما يستخدم تعويض، يعني اوكي يستخدم كبالانس، زين؟ اكو من الاكسبانشن تانك هذا النوع لا يستخدم للبالانسينج ويستخدم للتعويض ويستخدم ايضا لامتصاص الزياده بالحجم، حجم الووتر الموجود داخل المنظومه. فكل واحد له تطبيق. نحن حتى هاي النقطه تفتهمها لازم من نجي لموضوع الى التصميم راح نعرف ليش. انت ليش ما سال السؤال؟ قلت سأل ليش ما اخلي عرض على السبلاي، ليش اخلي على الريتيرن او على السكشن لاين؟ زين هو هذا السؤال هذا اللي وقتها ان شاء الله راح نتكلم به، يعني يكون معطيات البروبلم تكون اوضح بالنسبه لكم. تمام. طبعا التشيلد ووتر سيستم مما يعني من ماذا يتكون راح نشوفه بالصور. طبعا التشيلر طبعا دائما يسموه تشيلد ووتر، يسموه بهالصيغه هذه، هاي تشيلد ووتر. تشيلد ووتر عندي نوعين من التشيلد ووتر، عندي اير كولد وعندي ووتر كولد. عندي نوعين من التشيلرات، اما تبريد بالهواء واما تبريد بالماء. فهذا النوع هو تبريد بالهواء. اول شيء تشيلر متكون من جزئين. الجزء الاول اللي هو الايفابوريتر اللي هو هذا يكون نوعه فلود شيل اند تيوب هيت اكسشينجر، او نوع الاخر يسموه فلود ايفابوريتر. طبعا هذا مسؤول عن تبريد الماء، يعني هذا طبعا الايفابوريتر ايش راح يتخلى؟ راح يتخلى غاز. اذا نتكلم على منظومه غاز، عندك يخرج من الايفابوريتر ما يروح على الكمبريسر، ويخرج من الكمبريسر يروح على الكوندنسر، ويجي الان الاكسبانشن فالف، وراح يجي ريفرجرنت بارد. هذا الريفرجرنت بارد راح ادخله بهيت اكسشينجر حتى ابرد الماء. هنا عندي هذا الخط هو الماء، عندك دخول الماء وخروج الماء. هذا الماء مربوط على شنو؟ الخط مالته مربوط على البومب، اوكي؟ فهاي هذا الخط يعني هذا السكشن هو سكشن الماء البارد والماء الراجع اللي يكون ساخن، وهذا السكشن الاخر اللي هو سكشن الغاز المسؤول عن تبريد الماء. واضحه؟ الكوندنسر اللي يمر بها الغاز اذا ابرده بالهواء راح يصير عندي اير كولد تشيلد ووتر، اير كولد تشيلد ووتر، راح يصير عندي اير كولد تشيلد ووتر اذا برده بالهواء. إذا بردها بالماء، شوف هذا الرسم، هذه القطعة وهذه القطعة هي نفس السكشن اللي شفناه فوق، نفس الاير كول، لكن ايش نضاف هنا؟ نضاف عندك كولينج تاور وأيضا بوم على الكولينج تاور، فهذا الكولينج تاور هو مسؤول عن تبريد الكوندنسر بالماء، يعني الكوندنسر بايش راح تبرد؟ راح تبرد بالماء. فشي يسموه تشيلر؟ يسموه ووتر كولد. واضحة؟ فعندي نوع من التشيلرات. طبعا هنا الكلام هو على التشيلر الغازي اللي هو يعتمد على الغاز، التبريد يعتمد على الغاز. واضحه؟ التدفئه شلون تكون؟ تكون عن طريق بويلر. طبعا البويلر ما يحتاج الى كولينج تاور، البويلر اكو نوع كهربائي واكو نوع يعتمد على الفيول.
طبعا كل واحد بيه ايجابياته وبيه سلبياته. الكهربائي راح يكون عندك طاقه نظيفه لكن يستهلك كهرباء بصوره عاليه. الكهرباء يحتاج الى وقت حتى يصل الى درجه الحراره السيت بوينت تمبرتشر لخط الدفع. بالنسبه للفيول لا، الوقت راح يكون اقل فالتدفئه راح تكون اسرع، يعني بس راح يخسرك يعني فيول، ولكن الكهرباء راح تكون اقل بكثير جدا بالمقارنه مع الالكتريك بويلر. لكن موضوع التلوث والسيطره على التلوث هذا موضوع كبير جدا، يعني يواجه مهندسي تبريد التكييف في اختيار النوع الفيول. وطبعا هذا يعني انت لما تدخل الفيول تحتاج الى تانك للفيول، واذا خليت تانك للفيول ممكن يصير عندك حريق، يعني راح ندخل بامور كثيره جدا. لكن بالنهايه هو الكهرباء اللي يسحبها يعني يكاد يكون معدوم بالمقارنه مع الالكتريك بويلر. واضحه؟ هذا بالنسبه للبويلر. بالنسبه للتبريد، بالنسبه للتشيلر التبريد، عندنا التبريد بالماء اللي شفناه وتبريد بالهواء. يجيك بالامتحان يقول لك state the types the types of chilled water. هاي لا تنسوا، هاي chilled water، يعني chilled water هاي مختصر chilled water. راح تقول عندي air cooled وعندي water cooled. زين طبعا with explain one of them راح تبدا ترسم يعني رسم هذا، ترسم هذا الرسم بالنوع الاير كولد، وترسم هذا الرسم بالنوع اذا كان عندك ووتر كولد. واضحه؟ طبعا هذا الرسم غير مطلوب من عندك، هذا الرسم للدي اكس سيستم، فما يحتاج هذا، ما يحتاج انه انت تطلع عليه، هذا فقط للاطلاع وغير مطلوب من عندك بالامتحان. زين طبعا بالتشيلر، التشيلر الان نتكلم على الماء اللي راح يدخلي التشيلد ووتر. نتكلم على الفلويد، طالب يسأل يقول هو الفلويد غير الووتر؟ نعم، ممكن يكون ووتر ممكن يكون نوع اخر، ممكن يكون بيور ووتر. ممكن يكون نوع اخر اللي يسموه براين. انت طلاب هذه معلومات جدا مهمه، براين راح اسالكم على براين. زين البيور ووتر، البيور ووتر طبعا اقل درجه ممكن انزل بها هي اكبر من الاربعه، اكبر او يساوي اربعه. زين طالب يسأل يقول سأل ليش ما أقل من أربعة؟ يعني أنزل أبرد الماء. إذا قللنا عن الأربعة راح يصير عندي تو فيز. إذا قل أقل من هذا الأربعة راح يصير عندي تو فيز. يعني شنو تو فيز؟ راح يصير عندي آيس بيس، يعني آيس جليد، قطع من الجليد مع الماء. هاي مشكلة الجليد من يتكون طبعا يبدأ السيستم يصير بي فيلر، لأن السيستم يتعامل مع فلويد ما يتعامل مع سوليد، والآيس بيس هي سوليد. طبعا هاي راح تجي إلى البام أو تجي إلى بعض الفيتينج أو إذا إلى بعض السنسر، راح تؤدي إلى إيش؟ إلى يعني حدوث الفيلر. زين الخبراء التبريد قالوا نحن درجة الحرارة حتى نكون بالسيفتي اوكي ما راح نقل، يعني ما راح ننزل عن الخمسة دجري سنتيغريد. يعني انا اقل درجة حرارة، انتبهوا طلاب، للبيور ووتر ما انزل عن الخمسة، لان اذا نزلت عن الخمسة ممكن يصير عندي ايش؟ الايس بيس. زين وهذه طبعا النقطة، انا اروح للخمسة، وفي بعض الاحيان اروح للخمسة ونص، يعني اقل درجة حرارة هي خمسة ونص، يعني أقل درجة حرارة للماء هي 5.5 أو 5 في بعض الأحيان يأخذوا 5. واضحة؟ فهذه بالنسبة للبيور ووتر. زين
بعض التطبيقات وتحديدا الصناعية زين، هاي درجة الحرارة قد درجة حرارة 5 أو 5.5 ما تفيد بيها يعني، فتروح وين؟ تروح على البراين. زين البراين شنو هو؟ البراين عبارة عن ووتر زائدا كلوريد الكالسيوم أو كلوريد الصوديوم. تابع طلاب، ووتر زائدا يعني إما كلوريد الكالسيوم أو كلوريد الصوديوم، يعني هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن صلت أملاح، واضحة؟ يعني راح نضيف أملاح الصوديوم أو الكالسيوم للووتر، راح يشي شكلنا شكلنا براين. طالب يقول ساد وش استفادينا؟ زين شو استفادينا؟ هسه راح نشوفك شو استفادينا من هاي العملية. استفادينا أنه الماء راح ينزل عن 4 أو 5 درجة مئوية، لكن يبقى في حالة إيش؟ في حالة الليكويد. انتبهوا طلاب، هذا كالسيوم كلورايد، كلوريد الكالسيوم. زين هذا كلوريد الكالسيوم، خلينا نشوف تصرف الماء به. طبعا هذا الخط كله هو ليكويد، واضحه؟ يعني مثلا انت تطبيق من التطبيقات تحتاج، انت تقول لي انا احتاج الماء درجه حرارته ناقص 20 او ناقص 18. هنا انت هاي النقطه هي ناقص 18. وياي طلاب؟ وياك استاذ. نعم هاي ناقص 18. ناقص 18 جبتها هنا، راح اسقط افقي، راح يطلع لك هاي النقطة، هاي النقطة تسقطها هنا، ايش طلع لك هنا؟ طلع لك انت تضيف 20%، تضيف 20% من كلوريد الكالسيوم، وين تضيفه؟ إلى البيور ووتر. كل البيور ووتر ايش راح يعطيك؟ راح يعطيك انه درجه الحراره ناقص 18، لكن السائل المائع يبقى في حاله ليكويديفيكيشن او ليكويد، في حاله الليكويد. زين طالب يقول استاذ زين هذا اني ليش اقدر اني؟ انت تقدر تنزل الى ال 51 ناقص 51، هاي النقطه اللي يسموها يوتكتيك بوينت. زين وهاي النقطه اذا تريد ان تصلها لازم انت تضيف 29.6% يعني الحجم من الماء، لكن انت اذا تريد ناقص 18 انت لازم تضيف 20%، واضحه؟ كنسبه وتناسب. طالب يقول استاذ انا ما افتهمت، يعني شلون اضيف 20%؟ اقول له اوكي، لنفرض انت عندك حجم الماء السيستم كله، حجم الماء مالتك مثلا 1000 أو 10 متر مكعب. زين من نقول 20% يعني 0.2 في 10 راح يطلع تطيق 2 متر مكعب. 2 متر مكعب هاي شنو؟ كلوريد الكالسيوم. راح تضيفه وين؟ تضيفه الى الى العشرة. زين راح يعطيك او تضيفه الى 10 نعم حتى ينطيك ايش؟ هذه المواصفات اللي تريدها انت، واضحه؟ طبعا الليكويد بوينت هاي نقطه خطره، لان هاي نقطه انتقاليه بين الليكويد، شوف الليكويد زائد الايس، هنا طبعا هذا الخط هذا كله هذا منطقه خطره، يعني هاي النقطه نوعا ما خطره، وانه المنطقه الاخرى هنا اللي يصير بها ليكويد، لكن شو يصير به؟ يصير به سولت سلاش، يعني يصير به ماء ملحي، يعني ملحي، تركيز الاملاح راح يصير جدا عالي، فهاي المنطقه نحن خطره، وهاي المنطقه ايضا نحاول نبتعد من عندها، نحن فقط نشتغل على هذا الخط.
على هذا الخط حتى نبقى في حالة إيش؟ في حالة الليكويديفيكيشن. واضح طلاب؟ هذا هسه المايع شو يسموه؟ يسموه براين. يعني واحد يقول لك براين شنو؟ انت راح يجي على بالك انه هو ماء نقي مضاف الى املاح، ممكن تكون الكالسيوم، ممكن تكون الصوديوم. الغرض من هاي العمليه ليش؟ الغرض من عندها حتى انا انزل بدرجات الحراره الماء بدون ما يصل الى حاله ايش؟ في حاله السولديفيكيشن. اوكي، اللي هي الايس يسموه سولديفيكيشن، يعني الفيز صار عندي فيز الماء اللي هو الووتر، فيز كامل هو ووتر ليكويد، راح يصير عندي تو فيز، وهاي طبعا يعني منطقه جدا خطره، واحاول انه ما اصل لها. شلون ما احاول ما اصل لها؟ طبعا هنا عن طريق وضع ثرموميتر او ثرموستات على خطوط الروتيرا وخطوط السبلاي وعلى التشيلر، في كل منطقه من مناطق التشيلر اعرف انه درجه حراره الماء ايش قد، درجه حراره خروج الماء ايش قد. طبعا هاي بعدين تربط على ما يسمى بالبي ام اس، يربطوها على بي ام اس اللي هي البلدنج مانجمنت سيستم. وطبعا نحن نعطي يعني اوامر تحذيريه اذا ضغط الماء صعد، او اذا ضغط الماء خفض، او درجه حراره الماء صعدت، او درجه حراره الماء خفضت، راح يعطيني الارام مباشره، اشارات تحذيريه. فالمشغل او المهندس المسؤول على التشغيل هو راح يعرف انه راح لازم يوقف السيستم حتى لا يصير عندي يعني فيلر بالسيستم. واضح طلاب؟ طبعا البراي مو بس الاملاح، ممكن انت تضيف الانتي فريز. يعني هسه احنا في بعض الاحيان بالشتاء السيارات شو نضيف لها؟ الراديتر مال السياره نضيف لها انتي فريز. السبب ليش؟ حتى نفس الحال، حتى لان اذا الماء موجود بالسياره، السياره نزلت درجه حراره الهواء المحيط بالسياره الى ناقص 5 بالموصل، يعني كم وصلت ناقص 5 ناقص 3 في ايام يعني معدوده من الشتاء، فصل الشتاء. بالتالي ممكن يتجمد عندك الماء، سالس يقول وسوط وبعدين يتجمد عندي الماء. والماء اذا يتجمد حجمه راح يزداد، حجمه من يزداد راح يصير ضغط. وين راح يصير ضغط؟ على الانجن وعلى الراديتر، وممكن يسوي عندك ايش؟ كراك، ويصير عندك فيلر بالسيستم. واضحه؟ يعني دائما احنا نكون بالسيفتي. هذا موضوع تكلمنا اليوم، تكلمنا على البراين والبراين والووتر والووتر كلوريد الكالسيوم وكلوريد الصوديوم. طبعا يعني الكالسيوم رخيص رخيص متوفر، والصوديوم نوعا ما يكون غالي. نحن قبل شوي شفنا مخطط ألمان لكلوريد الكالسيوم، خلينا نشوف أقل درجة حرارة ممكن نصلها ناقص 51. خلينا نشوف الصوديوم اللي هو ايه، هذا الصوديوم اقل درجة حرارة اقدر اصلها هي ناقص 21. واضحة بالصوديوم، وايضا نفس يعني نفس الاجراء اللي انت ممكن تطلع اي درجة حرارة تحتاجها. اذا الكالسيوم راح انزل به درجات حرارة ادنى بكثير مما هي عليه بالكلوريد الصوديوم. نعم، الصوديوم يعني يستخدموه طبعا هنا طلابنا الاعزاء، نحن الان دا نتكلم على تطبيقات صناعيه، لانه يعني انت ما تقدر تدخل ماء درجه حرارته ناقص 21 بالفان كويل يونت، ماذا ما راح يذب لك ماء يعني هواء بارد، راح يذب لك هواء مثلج، وهذا طبعا يتناقض مع الهيومن كومفورتبل كونديشن. اوكي، هيومن كومفورتبل كونديشن راح يتناقض معها، لانه نحن نريد راحه الانسان. واضحه؟ فكلامنا هنا على البراين وعلى الانتيفريز كلام يعتمد على الصناعات. يعني شنو الصناعات؟ انت في اكو خطوط من الصناعات تحتاج الى تبريد سريع. اوكي، فالتبريد السريع شلون تحصل عليه؟ تحصل عليه بالبراين، لانه راح تنزل لدرجات حراره متدنيه جدا، وانت تبقى في ايش؟ في الفيز الليكويد. طبعا هنا درجات الحراره 4 الى 8 دخول خروج. يعني هذه ما اخذها انا من ناس خبراء بموضوع الووتر سيستم. نحن هنا الدلتا تي، يعني الدلتا تي بين الروتيرن وبين السبلاي ياخذوها عاده 5.5، الدلتا تي 5.5. واضحه؟ فاذا يكون عندي تي سبلاي
وتير تيرن. التير تيرن ياخذوا 12 ديجري سنتيغريد. التي سبلاي قد راح تكون 12 ناقص 5.5، قال راح يعطيني 10 ناقص 5.5 4.5 6.5. يعني هذا الماء السبلاي اللي هو رسمنا الراديتر، هذا خط الراجع نشتغل على تو بايب، وهذا خط السبلاي. هذا الماء راح يدخل ب 12 يخرج ب 6.5. اوكي، او مرات يدخلوه ب 11.5 ناقص 5.5 يقدر راح يعطيك 11.5 ناقص 5.5 راح يعطيك يطلع ب 6 ديجري درجة مئوية. واضحة؟ يعني هذا عادة يشتغلون عليها بالتصميم، لأنه نحن بالتصميم لي وقت هاي راح نتكلم عليها. أيضا راح نسوي بالانس، هي انرجي بالانس. هنا راح يقول عندك الام سي ام ووتر في السي بي ووتر في دلتا تي للووتر. دلتا تي للووتر يعني غالبا ياخذوها 5.5، وبعض المصممين ياخذوها 6، لكن 5.5 هي اقوى كعمل لانه ما راح تاثر على الكومبريشن سايكل. نعم، السي بي دائما مال الووتر ناخذها 4.2 كيلو جول بير كيلوغرام كلفن، والماس اللي هو بالكيلوغرام على السكند. وهاي الكيوم مين يجيبها؟ لازم تجاوبوني كلكم، اللي هي فور فروم، نتكلم كولينج، فروم كولينج لود استيميشن، كولينج لود استيميشن. اوكي، هذا ايضا راح نراجعها بالتصميم لوقتها ان شاء الله. طبعا هنا ده يشوفك صور للشيلرات، هذا نوع الاير كولد، وهذا النوع الاخر طبعا هذا غلط، مو اير كولد، هذا ووتر كولد. هذا الاير كولد اللي يشوف بي فان، من يشوف ما بي ما فا يعني ما يشوف بي فان، هذا ما بي فان، هذا عبارة عن ووتر كولد. تشوفون هذا اير كولد وهذا ايضا ووتر كولد، هذا ووتر كولد. هاي اللي ذكرناها قبل قليل انه البراين والاثيل جلايكول شوف هنا اثيل جلايكول ايضا نضيف ايضا بدلاله السبيسيفيك جرافيتي، وكل فريزنج بوينت راح يكون عندك موجوده امامك. يعني مثلا انت تضيف 5% إيثيلين جلايكول باي فوليوم 5% راح ينزل لك درجة الحرارة الماء إلى ناقص 1.1. تخلي 10% من الحجم الكلي للماء راح يعطيك ماينس 2.2 وهكذا. زين، فكل وحدة ايش قد نسبة الخلط وايش قد درجة الحرارة تريدها. شلون احنا راح نرجع عكسي؟ أنت تقول لي مثلا أريد يصل الماء إلى درجة حرارة ناقص 3.5، ونحن راح ناخذ هذه أقرب إلى 3.5 ناخذها، فنحن راح نضيف 15% كنسبة وتناسب بنسبة الحجم. ان شاء الله ليه هنا نتوقف. البايب في اس تيوب ان شاء الله ناخذها الاسبوع بعد القادم بعد العيد ان شاء الله. والبايب ماتيريال والستيل والام بي اس، كل هذه المصطلحات و السكيدجول. طبعا بالجلفنايز تذكرون بالجلفنايز والدكت كان عندنا شيء اسمه جيج. هنا راح نستبدل الجيج بتعبير اخر اللي هو اسمه سكيدجول. بس البايب سكيدجول 5 سكيدجول 10 سكيدجول 14 وسكيدجول 80. اوكي، طبعا كل ما راح يكبر السكيدجول رقم السكيدجول السمك راح يزداد. طبعا هاي كلها السمك، يعني النص الاوتسايد دايمتر وهذا النومينال بايب سايز. السكجول 5 يعطيك السمك مالته 0.065 انج، ال10 يعطيك 0.083 وهكذا. اذا ما نصل سكجول 80 راح يعطيك 0.147 انج. اوكي،
كل ما طبعا كل ما يزداد السكجول تزداد السموك، يزداد السموك. هاي ان شاء الله اللي الاسبوع او المحاضره القادمه ان شاء الله ناخذها بحيث نصل الى المعادلات الحاكمه ان شاء الله. عندكم سؤال، نقطه ما واضحه طلاب؟ واضح إن شاء الله أستاذ، شكرا. واضح أستاذ. شكرا لكم. تمام أستاذ، واضح. أوكي. طبعا كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يتقبل الطاعات منا ومنكم ومن الجميع إن شاء الله. وأنتم بخير أستاذ. ونشوفكم إن شاء الله متخرجين، يعني السنة القادمة إن شاء الله تكونوا متخرجين. ويعني إن شاء الله سهل عليكم بالعمل في القطاع الخاص أو القطاع العام إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله جميع. أخذ غياباتكم وتوكلوا بس. إذا ما عندكم سؤال استفسار حتى نعمل مغادرة للمحاضرة الإلكترونية. شكرا ما عندكم أستاذ، سؤال طلب؟ يلا أوكي، شكرا لكم. يلا مع السلامة. أودعناكم، مع السلامة، الله يعافيك.